أنا في اعتقادي إن المنظومة الفنية لما بتكون مستقرة كل الناس بتستفيد، مدرب بيستفيد ولاعيبة بيستفيدوا. مؤمن زكريا وإن كان وصل لمستوى معين لكن المستوى ده ما كانش ممكن يوصل له لو ما كانش مدربه حسام البدري اللي هو بيدرب بقاله سنتين اللي هو مثبت طريقة لعب اللي خلت مؤمن في وسط طريقة اللعب دي عارف هو دوره إيه بالظبط 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 دون تشتيت أو تغيير بأي حال من الأحوال. أنا كنت بشوف قبل كده لو نفتكر لو نرجع بالزمن لورا مثلا جيلبرتو ابراهيم، جيلبرتو كان باك ليفت ما بيدافعش كويس بس في منظومه قويه شايلاه، ففكره ان المنظومه تبقى مستقره دي مفيده للجميع، ما فيش حد بيتضرر منها ابدا. اللي بيتضرر منها اللعيب الكسول اللي مش عارف يضغط على نفسه عشان يدخل نفسه في المنظومه. لكن المنظومه المستقره في الاهلي بنفس المدرب للسنه الثانيه على التوالي افادت ناس كتير، من ضمنهم اجاي بالمناسبه. اجاي ما بداش بنفس المستوى دوت خالص، اجاي بدا بمستوى ما كانش وحش بس ما كانش اجاي بتاع النهارده. احسن لعيب في افادت النهارده طبعا افادت عبد الله السعيد. عبد الله السعيد دخل في دروبات كتيره جدا صح، دروبات بس صح. ليه قدر يرجع؟ لان في منظومه واحده. طب من وجهه النظر وليد سليمان بيبعد ويجي مؤمن نفس الكلام. من وجهه النظر الفنيه شايف ان مؤمن ده توقيت مناسب انه يعني ينتقل دلوقتي في يناير عشان يلحق كاس العالم، يبقى ليه فرصه في التواجد في كاس العالم، خاصه ان هو في النادي الاهلي دلوقتي خلي بالك برضو المراكز بتاعت الاطراف فيها وفره وفيها عندهم زخم. بس هو مصنف من الاثنين الاوائل. خد بالك انا بشوف ان اي لعيب متارجت روسيا وبيلعب في فرقته ما يسيبهاش في يناير ابدا. ده اعتقادي، لان مؤمن النهارده هم في وليد سليمان وفي احمد الشيخ وفي احمد حمودي وفي اجاي وفي مؤمن، بس هو متصنف من اول اثنين. وفي القطار الشرق السريع الجديد النفاسه الجديد بس هو ده، بس هي الكره بتفتح في رجله شويه. بس هي الفكره هو عندهم كتير بس هو متصنف على الاقل رقم اثنين يا كابتن فاروق، ما في اثنين بيلعبوا صح، فهو رقم اثنين مثلا بعد اجاي. لا بس هو رقم واحد في الحته بتاعت مؤمن، هو رقم واحد. انا قصدي لو هتلعب مثلا اجاي رقم واحد، انا بتكلم يمين وشمال لان هو بيلعب يمين وشمال. اجاي مثلا فهو بيلعب. فانت في وجود احمد الشيخ، في وجود حمودي، في وجود وليد، وكلهم سلام وكلهم فت، انا اللي بلعب. وانا عايز العب في روسيا يبقى انا افضل في الاداء، في اعتقادي انا الشخصي يعني. ان هو يستمر. نفس الكلام حسين الشحات، في ناس بتتكلم عن انتقال حسين الشحات في يناير. حسين الشحات النهارده عنده فرصه انه يكون موجود في معسكر منتخب مصر في مارس. هتقتل الفرصه دي تماما لو ساب المقصه. هيروح اي مكان هيقعد دكه، اكيد مش هينزل يلعب اساسي. هينافس في اللعب. هيكتور كوبر هياخد واحد ظهر من شهرين كويس في نادي المقصه، بعدين لسه منتقل وما لعبش. فاي لعيب عايز يتارجت روسيا عليه ان يبقى في موقعه. الوضع الحالي. لكن انا عايز اكرر تاني، مؤمن لعيب مستواه احيانا بيطلع واحيانا بينزل، لكن المنظومه الفنيه الثابته اللي في الاهلي بتستوعب. يا كابتن فورم انا قلت يا كابتن فورم. لا بس المنظومه الفنيه لما تبقى مستقره بتستوعب كل الكلام ده. انا عايز